بسم الله، معكم عمر سليم. دلوقتي ان شاء الله هنشوف موقع اسمه بريسي. بريسي ده عبارة عن ايه؟ حاجة زي الباوربوينت، مهمتها ان هي تعمل عروض تقديمية، او نقدر نقول انها هتعمل لك عرض لافكارك او عرض مشروع التخرج او عرض المنتج بتاعك او عرض المشروع في الشركة اللي انت شغال فيها. تمام، هو الفكرة ان هو بس شكله غير الباوربوينت، فالناس بتنبهر بيه او تنشد بيه. اقول له انا عايز اعمل نيو بريزي، يعني نفس الفكرة، بيبقى فيه شرايح، كل شريحة بيبقى حاطط فيها الصوت ويحط فيها الفيديو وتحط فيها الكلام وتحط فيها الصور بتاعتك. دي طريقة تكون سهلة وبسيطة ومنسقة ومنظمة، بحيث الناس تبدأ تنشد للكلام اللي انت بتقوله. انا بيفيدني ان انا انظم افكاري، بحيث وانا ببدأ اي محاضرة أبقى عارف في نقطة ما قلتهاش دلوقتي، هقولها بعد شوية، ايه اللي المفروض يتقال دلوقتي، ايه اللي اتقال قبل ايه. نعم، دي بعض التمبليت، بيبقى حاجات جاهزة ممكن تقول له مور، تبدأ تشوف، هتلاقي أشكال كتيرة جدا بالعشرات، تبدأ تشوف ايه اللي انت عايز تشتغل عليه. وليكن مثلا خلينا نختار ديت يوز تمبليت. هي فكرته بيبقى فيه شرايح هنا، في الأول بيبقى في الشريحة الكبيرة، وبعد كده بيبدأ ياخد زوم على جزء معين، وبعد كده تنقل لزوم لجزء تاني، زوم لجزء تالت، وهكذا. فممكن أجي هنا أقول له مثلا إيه، أقول له مثلا إيجيبت. تمام، تقدر تكتب أي حاجة هنا. عايز تكتب حاجة جديدة ممكن تدوس في أي مكان بالماوس الشمال وتبدأ تكتب أي حاجة أنت عايزها. تمام، دي الصورة الكبيرة، وبعد كده هتبدأ تدخل يعمل زوم على رقم 2، زوم على رقم 3. طيب لو أنا عايز أضيف صور أو فيديو أو أي حاجة هنا، أقول له insert image، بيجيب لي شوية صور موجودة أصلا عنده. ممكن أخد مثلا الصورة دي وأحطها هنا. تمام، بيبدأ يرفع الصورة، أو أقول له select file وحمل صورة من عندي من على الجهاز بالشكل دوت. هيتحمله وهنشوفه دلوقتي لما يتحمله. تمام، خلينا نرجع للصورة الأولانية الكبيرة. عايز مثلا أضيف شريحة جديدة، أقول له add، ده مكان الشريحة اللي هتضاف جديدة. طب أحطها فين زي ما أنا عايز، وتقدر تغير الشكل، تقول له مثلا لأ ده أنا عايزها مثلا سيركل بالشكل دوت، عايز أكبرها أصغرها زي ما أنا عايز. تمام، وتقدر ترتب الشرايح، يعني تقول مثلا الشريحة دي أنا عايزها هنا، الشريحة دي عايزها تبقى رقم دوت. فتقدر ترتب الشرايح، مثلا الشريحة دي عايزها هي اللي تبقى هنا. تمام، طيب وبعد ما عملت كل دوت أعمل إيه؟ هقول له بريزنت، اعرض لي بقى المنتج بتاعي. تمام، أهوت ممكن تدوس بالمسطرة أو بالماوس زرار تحت دوت. تمام، هيبدأ يجيب لي اهي الصورتين اللي احنا حملناهم. تقدر تحط فيديو، تقدر تحط اي حاجة انت عايزها. تمام، ده المفروض مسار الرحلة. تمام، هل البرنامج ده مجاني؟ هو فيه نسخة مجانية ونسخة مش مجانية. لو نسخة مجانية مش تقدر تحملها عندك على الجهاز، بس تقدر تقول له شير، شيل البريزي، تاخد اللينك دوت اللي هو يدولك، تبدأ تخليه معاك، بحيث لما تيجي تروح تعرضه هتدخل على المتصفح وتروح كاتب اللينك، وتقدر تبعته لأصحابك يتفرجوا على العرض التقديمي بتاعك، ولو عجبهم يشتروا المنتج بتاعك أو يديكوا الدرجة.